اللهم يا ربي عز جارك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا بر يا رحيم يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت أعطيت، اللهم ارفع الوباء والبلاء والداء عن هذه الأمة وعن سائر بلاد العالمين يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، فرحمة منك يا رب تغنينا عمن سواك. يا رب ارحم اللهم ارحم شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع. اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب، تبنا إليك. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. يا رب لا حول لنا ولا قوة إلا بك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، تبنا إليك، فارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اغفر، اللهم ارحم ضعفنا. يا رب ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين.